بعد انتشار تعاطي الشيشة في المقاهي العمومية وكذلك بيع المعسل للعموم، هذا الانتشار اللي أكيد ساهم في تعاطي مجموعة من الشباب لأنواع مختلفة من المخدرات، اقترح فريق العدالة والتنمية أنه يكون قانون يقضي بمنع التجار واستهلاك هذه الشيشة في الأماكن العمومية. في هذا الإطار غناخذ رأي الشارع المغربي. هذا القانون ربما أنه قانون غادي يكون يعني عنده واحد الاكل وعنده واحد الاثار، ربما هذا الاثار ديالو غادي يخفف من هذا التعاطي لهاد الشيشه في الاماكن العموميه ولاد الشعب، وهذا الشيء مصالح شيكم بنادم كيدار مصالح لا الشباب ولا انت شي واحد. هو القانون راه مزيان معلوم خصو يطبق، داك الشيء راه مزيان باش اللي دار شي حاجه شي ذنب يستاهل العقوبه. كضر بزاف هو الابرة كوكايين والحشيش، الشيشة إلى من عش من حتى القرو. هي تيقول لك عاوتاني قضية عندها علاقة بالحريات الشخصية، يعني بنادم يدير داكشي اللي بغى، ولأني في العموم أنا مع أنه يمنعوها من القهاوي، يعني بالنسبة لحقاش دابا ولات واحد الشريحة بزاف اللي تيمشيو غير الدراري صغار قل من 18 عام. أنا مع هذا القرار لأنه خايبة الشيشة ومضرة بزاف وما عندها حتى شي منفعة. حسب لك عاوتاني إلا كان معاها مخدر احنا مزيان الا حبسوها. مزيان جيد يعني مزيان. انا متفقه مع هذا القانون هذا لحقاش كيحمي الشباب ديالنا. فكره زوينه بالنسبه للتمنع في الاماكن العموميه. خصها تحيد تمنع اساسا عندها ضرر بالمغاربه من الناحيه الصحيه من الناحيه الاجتماعيه. القانون مزيان نيت وينقص عاوتاني حمية الشباب من الضياع وبزاف ديال المسائل. انا تنفضل انه يكون شي قانون يكون صارم في هاد الميدان في هاد المجال هذا يكون قطعي. انا مع هاد القانون ما خصهمش الدراري صعيب عليهم باش يتعلموا الشيشه من صغرهم، والناس اللي كيعطيوها لهم راه كيتعداو عليهم. لا مع هاد القانون ويا رب زيانه لما بقاتش تتباع في القهاوي وداك الشيء، بنا مرة تيشريها ب 80 درهم كلمة لا ما تياكل وتيمشي ينفخ في كرشو وتينفخ في المعده ديالو تيف. فاهم الدخان اصلا في الاماكن العموميه ما كاينش شي مكان عموم، واخا راه في دار ونورمالمون في الدار في باطيمه هنا كيكمي السيد في برومي ايطاج ولا في سميتو كطلع عليك الريحه، واخا كيقول لك انا راه في داري. كاين القهاوي في الدار البيضاء وهذا كلشي شارع ديال على قدو، كاين اللي كافل تحت كلهم خدامين بالشيشه، وللاسف الشباب ديالنا ضايع. وبالنسبة للشباب ديالنا تياكل العصاق وبالخصوص الشابات. كانت هذه بعض آراء المواطنين حول موضوع مقترح قانون اللي كيحظر أو يمنع التجار واستهلاك الشيشة بالأماكن العمومية. إلى موعد لاحق وآراء أخرى كنقول لكم إلى اللقاء.